السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عاصم فوزي من شركة التيسير لخدمات اللابتوب والأجهزة اللوحية، والنهاردة معدنا مع عرض جديد من عروض شركة التيسير. معدنا مع اللابتوب اللي الناس كلها بتطلبه، اللابتوب اللي بيتميز بخفة وزنه وقلة سمكه وحالته المحترمة جدا، استيراد أوروبي. الجهاز اسمه اتش بي إليت بوك 745 جي 2، اتش بي إليت بوك 745 جي 2. البروسيسور AMD A8 من الجيل السابع، 1.9 بيرفع لغاية 2.4، الرامات 8 جيجا DDR3، الهارد 1500 جيجا HDD. وزي ما احنا شايفين حالة الجهاز، زي ما احنا معودينكم، الحالات بتاعتنا كلها فابريكا، حالات فرز اول كلها. الجهاز بيعمل 5350 بس، بدل من 5650 لفترة محدودة. 5350 بدل من 5650، يعني معاك تخفيض 300 جنيه تستفاد بيهم. العرض مش هيستمر كتير لان الجهاز فاضل منه حتتين بس، وزي ما احنا شايفين حاله الجهاز، الحاله محترمه جدا. نسيت اقول لكم ان كارت الفيجا AMD 1 جيجا، 1 جيجا اصلي فعلي، بيرفع لغايه 6 جيجا. وادي حاله الجهاز زي ما احنا شايفين، USB 3 HDMI، شاشه 14 HD بلس، الحاله فرز اول. 5350 بدل 5650، العرض لفتره محدوده. لو عجبك العرض ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناه تعمل سبسكرايب، وهيجي لك كل جديد كل كام يوم لنا عرض جديد. لو عايز تتفرج على بيت عروضنا هتلاقي اللينك بتاع التيسير.com موجود اسفل الفيديو. لو عايز تتواصل معانا اتصل بينا على تليفوناتنا اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.